الحضارة بتبدأ بحكاية سريعة كده بتقول إن كوكب الأرض ما بقاش هو الكوكب اللي نعرفه، وحاله بقى مش ولا بد يعني. وشركة هانك روبوت التابعة للحكومة قررت إنها تصنع إنسان آلي ولكنه بعقل بشري. المهم يا جدع، بعد كده بننتقل لواحدة اسمها ماريا وهي بتفوق وتقول لهم أنا كنت بغرق، فبيقولوا لها فعلا أنت كنت على قارب اللاجئين والإرهابيين غرقوا القارب ده، بس ما تلاقيش عقلك، إحنا لقيناه سليم ولكن جسمك تقريبا مش في المية. المهم يعني بنتي، إحنا عملنا لك جسم صناعي تمشي بيه حالك كده لحد لما نشوف هنعمل فيك ايه. فبيجي ساعتها الباشا وبيسال الانسه دي وبيقول لها هل الموضوع ده هينجح، فبتقول له بص يا اسطى، وش كده هينجح طبعا، الاله ما بيبقاش عندها اي مشاعر ولا احساس، ولكن دي اول اله بعقل بشري عندها احساس ومشاعر وتفكير وهرمونات نكد بقى وكل انت نفسك فيه سعادتك. قال لها ساعتها حلو قوي ده، اول لما تفوق هنبعتها على القطاع التاسع. ساعتها قالت له انت مستحيل تكون بني ادم، انت عاوز تعملها على انها اله؟ يا ابني بقول لك البنت دي بعقل بشري. قال لها يا بنتي ما انت لسه قايله انها بعقل بشري، يعني اله بس لكن بعقل بشري، هي اي هرمونات بقى وخلاص ولا ايه؟ المهم بتتعيب بعد كده ميرا رائده في شركه هانك، ولو انت مش واخد بالك يا ابو الصحافه، انا لحد الان ماسك نفسي على ميرا دي لانها شبه ناتاشا قوي، يعني كل ما ابص في عينيها فكرني بناتاشا، نفس العيون المناخير كل حاجه. الله يرحمك يا ناتاشا، والله الله يرحمك، كل الناس بقت شايفه شكلك حتى ميرا. يلا هنقول ايه يا ناتاشا؟ المهم بالصحابة بتتعين زي ما قلت لك ميرا بعد كده رائد في شركة هانك روبوت، واول عملية ليها بتكون مراقبة واحد متراقب من واحد تاني، فكده في اتنين بيراقبوا الشخص ده. بتعرف ان في قلق في المبنى 41، نروح احنا بالصحاب للمبنى 41 نلاقي هناك ايه بقى بالصحاب؟ لقى ان في انسان آلي بيخترق جسم دكتور بشري وبيسرق منه المعلومات، واللي بيتحكم فيه واحد اسمه كوزي. هنا بالصحاب بتدخل عن بيتنا ميرا وبتقتل كل اللي موجودين، طبعا مش لانها انسانة آلية، لا دي لانها ناتاشا. ولو انت بالصحاب بعد كل ده يعني لسه ما تعرفش ناتاشا، فانت ما تعرفنيش تاني بقى، ما عادش هتاني اطلع عيني ايه بقى الله. المهم بيعملوا بالصحاب بعد كده تقرير على اللي حصل، وهناك بنعرف ان في ثلاثه من علماء شركه هانك اتقتلوا، منهم واحد اتقتل من رجل الخدمه الالي الخاص بيه، وده معناه ان تم اختراقه. وجاي ساعتها سايب لهم رساله بيعرف فيها عن نفسه، وكان بيقول فيها لا تتعاونوا مع هانك والا سيتم تدميركم، خلي بالكم يعني. بتخرج بعد كده هي وباتو، وكل هدفهم هو تدمير كوزي ده، ولكن باتو كاي شاب عايز يفتح مواضيع يعني، فبيقول لها ليه مش بتتكلمي كتير عن ماضيكي زي اي بنت شايفه ان كوكب الارض بيتامر عليها يعني وكده. فبتقول له ساعتها انها مش فاكره اي حاجه عن ماضيها اصلا، بس هي بتشوف لقطات سريعه كده زي ان والدها ووالدتها غرقوا وهم بيحاولوا يدخلوا البلد هنا عن طريق البحر اصلا، مشهد انت ممكن تشوفه مش مهم ولكن هو في الحياه مهم جدا، وهنعرف ليه بعدين. بعد كده وهم ماشيين بنشوف كشك صيني كده بالصحاب بيظهر ويختفي كانه موجود في ذاكرتها. ايه بقى قصه المبنى الصغير ده؟ هنعرف برده كمان حبه. بنروح بعد كده بالصحاب لدكتوره اسمها دالينو، وبتطلب ميرا انها تدخل جوه الانسان الالي ده وتعرف منها افكاره وايه اللي خلاه يعمل كده، وبيوافقوا ساعتها على طلبها، وبتدخل بالفعل تعرف مكان كوزي، ولكن بتفاجئوا ان كوزي عامل ليها فخ وكان حيملاها حرفيا فيروسات. فبتروح بسرعه هي وبطو على المكان اللي شافته، وهناك بتشوف المبنى الصيني مره تانية بيختفي ويظهر حبه يظهر حبه يختفي هكذا. ساعتها بالصحاب يظهر لها كوزي بنفس الرساله اللي بتقول تعاون مع هانكا وسيتم تدميرك. تضرب بعد كده هي عليه وبتكتشف ان هو مش موجود اصلا، وده كان في خيالهم، والمكان بعد كده بينفجر. لحد كده انا حابب اوضح لكم بس ان كوزي ده شخص بيهكر الاليين وبيشغلهم لحسابه ضد شركه هانكا اللي شغاله فيها ميرا. ترجع بعد كده الموضوع، بتفوق بعد كده ميرا في الشركه وهم بيصلحوا الاضرار اللي حصلت لجسمها، ولما بتروح تطمن على باطو بتتفاجئ ان هو ركب عدسات حراريه مكان عينيه اللي طارت اسهم في الانفجار. بيفاجئ بعد كده كوزي الدكتوره دالينو وبيسالها هم اخدوا منه ايه، فبتقول له وحياه من جمعنا من غير ميعاد يا ابني انا ما اعرف حاجه، فبيقتلها. لو انت تعرفيش حاجه انت مش مفيده ليا، فروحي في الزباله. بتروح بقى كاميرا والفريق مكان الحادثه، وبتشوف ميرا جهاز مع الدكتوره دانن، ولما بتشغله بتعرف ان دي قائمه بكل الدكاتره اللي اشتغلوا على مشروع الانسان الالي اللي بدماغ بشري، وبيكون كلهم اتقتلوا ولسه فاضل الدكتوره. ساعتها بيروحوا عشان ينقذوها وبالفعل بيلحقوها، وبيبوظوا ساعتها على الارهابي اللي بيكتشفوا ان ذاكرته كانت ممسوحه اساسا ومحطوط مكانها ذاكره ثانيه، وكل فاكره ان هو كان رايح يودي بنته المدرسه هنا، وبيعرف ان كوزي بيتحكم في ذكرياتهم وذاكرتهم وان هو يقدر يشيل ويحط في ذاكرتهم كانهم فلاشه متفيروسه. المهم بيقدروا بعد كده يحددوا مكان كوزي المره دي فعلا، وبتروح ميرا والفريق بتاعها للمقر بتاعه. تقدر بعد كده ميرا انها توصل لكوزي ولكنها بتوصل له متكتفه، وبتساله ساعتها انت مين، فبيقول لها ان هو زيها بالظبط دماغ بشري في جسم آلي. وهنا بقى مصير الفيلم بيتغير تماما، وبنعرف ان كوزي تم تصنيعه في شركه هانك زي ميرا، وبيعرفها انها مجرد تجربه في الشركه وان هو كان واعي تماما لما كانوا بيقطعوا اوصاله عشان يركبوا له جسم آلي، وسمعهم وهم بيقولوا ان عقله رفض التجربه بتاعتهم. بيقومها بعد كده فبتساله عن قصده يعني، فبيقول لها ان في زيهم ناس كتير كانوا بشر عاديين ولكن الشركه اخذتهم من اهليهم ومسحت الذاكره بتاعتهم وفصلت عقولهم عشان يركبوا لهم جسم آلي. بتشوف بعد كده ريلا رسمه صينيه على جسم كوزي، فبتعرف ان في حاجه بتربطهم ببعض، وبتروح للدكتور اولي وتواجهها باللي عرفته، فبتعترف لها ان كلام كوزي صح وان في 97
94 شخص قبلها عملوا عليه التجربة دي وفشلت. فسألتها ساعتها ميرا عن ذكرياتها مع الغرق. انتوا لو فاكرين المشهد اللي احنا قلنا هنعرف اهميته بعدين، يعني فاكرين المشهد اللي احنا قلنا هنعرف اهميته بعدين، او ده دلوقتي وقته. المهم بالصحاب بتطلع عن ذكريات ميرا مع الغرق، وان والدتها والدها غير، وده اساسا، وانها كانت غرقانه معاهم، وان هم انقذوها، الكلام ده كله طلع كدب في كدب، وانها كانت بنت طبيعيه عاديه جدا، والشركه اخذتها وقطعت جسمها عشان يعملوا عليه التجربه. فبتقول لها ساعتها ميرا، طب انا مين اصلا؟ تقول لها ما اعرفش، بس شهاده لله كنت طفله جميله قوي. والله اكيد والله هتبقى جميله حاجه دي. ناتاشا برضه بقول لك ايه يا اوليا، انت جميله ايه ونينه ايه دلوقتي؟ انا مين؟ بتسيبها بعد كده وتمشي وتروح تعوم في الميه، ولما بتخرج بتلاقي باتو مستنيها بالفوطه، قال يعني عشان جسمها القلي ده يعني ما يبردش او تاخد لها نزله برد ولا حاجه. المهم بيقول لها باتو، بعد ما فقدت ثقتك بكل اللي حواليكي هل لسه بتثق فيا انا؟ فبتقول له باتو، ازاي تقول حاجه زي كده يا ابني؟ لا طبعا مش بثق فيك. ميرا بعد كده بيتقبض عليها من الشركه بعد لما عرفت سرهم، وبياخدوها على المختبر، وهناك بتشوف هم بيفصلوا ازواج عن بعض عشان يعملوا عليهم تجارب زرع الدماغ زي دي. وهناك بيطلب كاتر المدير التنفيذي للشركه للدكتوره اوليه انها تمسح ذاكرتها كلها، وبتدخل بعد كده الدكتوره اوليه تنفذ الاوامر، ولكنها تعاطفا مع ميرا تديها ذاكرتها الحقيقيه على فلاشه وتقول لها انها تهرب بيها. بيروح بقى كان المدير التنفيذي للشركه للفريق بتاعها وبيطلب منه ان هو يقتل ميرا، ولكن ابو الصحاب برضه بيرفض. بعد كده بتروح ميرا عنوان بيتها الحقيقي، وهناك بتقابل والدتها من غير ما والدتها تعرف هي مين اصلا، وبتقعد بقى تحكي لها عن بنتها اللي ضاعت منها زمان، والحكومه قالت لها انها انتحرت، وان ميرا بتفكرها ببنتها دي. بتخرج ميرا من عندها تكلم رئيسها وتحكي له كل اللي حصل ليها، فساعتها بيصدقها وبيقرر ان هو هيحميها. في الوقت ده بيكون المدير بيتجسس عليهم وبيعرف ان الفريق كده خرج عن سيطرته، فبيدي تعليمات بتصفيه الفريق كله، وبالفعل القائد بيدخل عليه اتنين يقتلوه، فبيقتلهم هو وكذلك باتو والراجل اللي معرفش اسمه ده، بس هو طلع نينجا يعني ابو الصحاب كده. بقى الفريق كله مطلوب من الحكومه، وقرر ان هم يساعدوا ميرا وكوزي. وهنا ابو الصحاب بتروح ميرا المقر بتاع كوزي، وهناك بترجع له الذاكره مع المبنى الصيني اللي بيظهر لها طول الفيلم ده، وبتشوف الشركه هم بياخدوها غصب من اهلها عشان يعملوا عليها التجارب بتاعتهم. وهناك بيظهر كوزي وبيقول ليها ان هم كانوا عيله واحده وكانوا عايشين مع بعض قبل ما يخطفوها، وان اسمها الحقيقي موتوكو. اثناء اللقاء العائلي الجميل ده والموسيقى الحزينه بيدخل عليهم دبابه عنكبوتيه كده ما تفهمش جت منين، وكان بيتحكم فيها المدير من بعيد، ويبدا ساعتها الضرب المتبادل ما بينهم. بعد اصابه كوزي بتقدر الدبابه انها تفجر ميرا وتتوجه لكوزي، ولكن بتتفاجئ ان ميرا لسه عايشه، وهو ده جسمها الالي على فكره، يعني مش عريان ولا حاجه عشان يعني انت بس ما تفهمش غلط كده، وانا مش فاهم صراحه لو انت حصل لك اي حاجه من الجسم الالي ده فانت محتاج تروح تتعالج. المهم تقدر بعد كده ميرا انها تدمر الجهاز التحكم بتاع الدبابه، واثناء اللقاء الدرامي الحامي ما بينها وما بين كوزي بيدخل عليهم طياره تبع الشركه وتقتل كوزي، مش عارف انا دبابه بعدها طياره فيها رجاله. المهم بيطلب بعد كده منهم المدير قتل ميرا، ولكن قائد الفريق بيسال سايتو هل ميرا بخير؟ قال له يا باشا هعتبرها بخير يا اسطى، وهو بيوقع الطياره بتاعت المدير، وبيجي باطو بياخد ميرا، وبيروح القائد بتاعهم للمدير وبيقول له ان هو لسه جاي من عند الوزير حالا بالا فعلا. وبعد شويه حوارات كده مش هتفيدنا في حاجه يعني بيقتل بعد كده المدير، وبكده بالصحاب الفريق بقى معفي عنهم من الوزاره بشكل رسمي. ترجع بعد كده ميرا بيتها الحقيقي، وهي بتحكي لنا انها كانت الاولى من نوعها ومش هتكون الاخيره، وبعد كلام كتير ملوش لازمه مضمون ان قراراتنا هي اللي بتحدد ذكرياتنا، مش ذكرياتنا هي اللي بتحدد قراراتنا. وبابا اوبح بابا اوبح. وبس كده بالصحاب، توتا توتا خلصت الحدوته. وي بس عشان بس كام لايك كومنت شير، وتعمل فولو على الانستجرام، وتعمل فولو لكريم اسامه عشان هو اللي منشر الفيديو ده، وتعمل فولو لاحمد اسامه عشان هو كتب السكريبت ده، وتخش على جوجل ميمز مين امي على الفيسبوك، وتعمل ابو الصحاب سبسكرايب لبقيه القنوات بتاعتنا الجامده فشخ كلها. عندك حدوته مصريه، حدوته انمي، عندك حدوته جامده، عندك حدوته جيمنج، عندك قناه كمان حسن فهد اللي هي القناه الخاصه بيا. وبس كده يا عم الحاج، اشوفك ان شاء الله في فيديو قادم. سلام عليكم.